بعد طرحها لمبادرات سياسية وعقدها للقاءات تشاورية. ها هي المعارضة تستعد لجمع مختلف أطياف المجتمع المدني من أحزاب وأكاديميين ونشطاء من الحراك تحت لقاء موحد سمي بجلسات الحوار الوطني. اللقاء المزمع عقده يوم 6 جويلية ينتظر أن تناقش فيه مختلف المبادرات التي طرحت لحد الآن، على أمل الخروج برؤية موحدة تقترح فيها حلول للانسداد الذي تشهده الجزائر. الدورة ستكون دورة لاتفاق على تنظيم انتخابات رئاسية، هذه نقطة أساسية في أقرب وقت ممكن. ثانيا، ما هي الآليات للدخول في الانتخابات وتحضير الانتخابات الرئاسية. ثالثا، ما هي المطالب الأساسية؟ ممكن ما نقولوش باللي هي شروط، ولكن المطالب الأساسية اللي هي منبثقة أساسا من مطالب الحراك الشعبي، وأذكر في سبيل المثال لا مفاوضات مع رموز النظام. جلسات الحوار التي اقترحتها أحزاب قوى التغيير يرجى منها إيصال نتائجها للسلطة على أمل تجسيدها على أرض الواقع، لكن المنظمين متخوفون من عدم التجاوب معها فتتكرر ندوة مظفران التي بقت مجرد ندوة تاريخية جمعت المعارضة باختلاف أطيافها دون أن يكون لنتائجها وقع ميداني. هذه المبادرة سترسل لكل من يعنيه الأمر، وخاصة السلطة التي نتمنى أن تتجاوب مع هذه المبادرة ولا تتعامل معها كما تعاملت العصابة في سنة 2014 مع ندوة مظفران التي كانت تحتوي على وثيقة كاملة وشاملة للخروج من الأزمة. هل ستنجح جلسات الحوار في إيجاد حلول للانسداد السياسي الذي تشهده البلاد؟ سؤال يطرح على أكثر من صعيد، لتبقى النتائج الميدانية مرهونة بحجم التوافق في الآراء وتجاوب السلطة.